يا أيها الحق، كم من التدليس يرتكب باسمك في زمن أضحى الحق باطلا والباطل حقا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، وانقلبت موازين الحقيقة وتطاول اللئام على سيد الأنام. ها هو القمص يطل برأسه من جديد لينفث سموم الحقد على نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأنه نسي هزيمته المنكرة قبل سنوات على هذه القناة، أو أنه يتوق مرة أخرى لمن يفحمه يسحق أكاذيبه ويلزمه حده. حلقات خاصة من تنوير القلوب لنقض أباطيل القمص زكريا بطرس.